السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدين أخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف، الفيديو ديال أمس عجبكم ودعيتوا معايا، شكرا لكم بزاف. فاليوم إن شاء الله طلبتوني على الكيك الإسفنجي ديال الماء، فغادي نقدمه معكم إن شاء الله اليوم. عارفين اللي تندير لكم كاع الحاجات اللي تتبغيو، اليوم غادي نقدم لكم لا جينواز ديال الماء. اعتذر، قلت لكم الكيك الاسفنجي، لا جينواز ديال الماء. هو الكيك الاسفنجي ولا جينواز تقريبا كيتشابهوا، الفرق بيناتهم ان الكيك الاسفنجي ما فيهش الخميره، وكيتخدم الصفر بوحدو والبيض بوحدو، ولكن لا جينواز كنخدموا كلشي، يعني كنخلطوا الصفر والبيض. فاليوم كما قلت لكم غنقدم لكم لا جينواز بالماء، يعني بحال كديري الكميه اللي درت البارح غندوبلها اليوم، غندوبلها بالماء. فكيفاش غادي نخدمو؟ غادي ناخذو العبار ديال البيض، البيض كنعبروه ربعة البيضات، كنشوفو شحال عطاتنا. هادو انا عطاتني 200 غرام، كنديرو نفسها ديال الماء، 200 غرام ديال البيض كنديرو 200 غرام ديال الماء. وبالنسبه للسكر والطحين فجوج الكيسان، جوج الكيسان او لا ما يعادل، نعطيكم العبار بالغرام، 200 240 غرام ديال السكر و 240 غرام ديال الطحين. دونك هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو اليوم. عندنا جوج الاكياس ديال الفاني، وعندنا جوج خمارات، يعني بحال غنضاعفوا الكميه ديال الكيك اللي درنا البارح. اكيد غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو اللي بغا تدخل تشوفها ان شاء الله. ونبداو بسم الله على بركه الله. هنا اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذوا البيض ديالنا غنديروه مع الماء ومع السكر ديال الفاني. غادي نديرو سكر كلاصي، هنا الخميرة والطحين غنخليوهم من بعد. ليطاب الثانية هي أننا غادي نديرو الماء. الدور ديال هاد الماء هو أن البيض ملي كيطرب ليكم مزيان مكيهبطش ملي كتخلط، يعني مكيكونش ساهل أنه يهبط، كيبقى ديما إسفنجي. فهنا كما شتو كنديرو الماء كما كتلاحظوا معايا، ونحاولوا أن الماء ميوصلش للإناء، غادي نزيد شوية والماء يكون طايب صافي. ودابا غادي نبدا نطرب فيه ان شاء الله حتى كنحصل على واحد الخليط اللي هو كيكون مضاعف ان شاء الله. من بعد ما كيطرب الكيك مزيان تناخذوا الطحين ديالنا اللي عندنا، تنخلطوا مع دوك زوج ديال الخمارات صافي، وكنبداو نضيفوا الخليط، وحنا كنحركوا غير بالمهل صافي، حركوا غير بشويه. كما كتشوفوا الكيك ديالنا ها هو، من بعد ما خلطت مع داك الطحين كامل، دابا غادي ندوزو باش نحطو ليمول اللي غنحطو فيهم هاد الكيك. الفران كما قلت لكم ملي تبداو الخدمه شعلوه باش يكون سخون، ديجا شاعل درجه الحراره ديالو 180 درجه، شعلتو غير من التحت. بالنسبه للناس اللي عندهم الغاز حاولوا انكم تشعلوه من التحت ونقصوا عليه مزيان وخليوه حتى كيسخن عاد باش تدخلوا ليه الكيك ديالكم. الكيك لا جينواز من بعد ما خرجناه من الفران، شوف كيفاش كيجي، راه كيجي حسن من ديال البيض. انا راه عجبني على ديال البيض بوحدو، عرفتو كيجي غزال غزال. انا غنحلو لكم وغادي تشوفوه كيفاش كيجي كذلك من الداخل، اسفنجي وغزال وجميل جدا واقتصادي كما قلت لكم. يعني الا بغيتو تضاعفوا المقادير
كديروا ديما نفس المقادير ديال البيض. مثلا درتوا 4 البيضات عبرتوهم عطاتكم 200 غرام، كديروا 200 غرام ديال الماء. درتوا 8 ديال البيضات عطاتكم 400 غرام، كديروا 400 غرام ديال الماء، والماء يكون غادي الروبيني. غير الطريقه باش تخدموه هي اللي غتنجح لكم الكيك. ما تجيش تخلطي ليا كلشي دقه واحده وتقولي ليا الكيك غتنجح، نهائيا. خاصك تتبعي المراحل اللي عطيتك انايا، طربي البيض والماء والسكر والفاني مزيان فوق من الماء سخون، طربيه تضاعف الحجم ديالو. وملي تبغي تضيفي الطحين والخميره بشويه بالمهل، ما تزربيش. اما الا جيتي كلشي حطيتيه في البول وباغا تحركي كلشي وتطربي كلشي، راه ما عمرها ما غتستقلك، راه غتجيك معجنه من الداخل ومدقصه بحال الخبز. كما شفتوا الكيك ديالنا جات بهذا الشكل هذا، غزاله وفنه ورائعه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وان الطلب ديالكم، حيتاش لقيت بزاف الناس لي كومونتير. فاليوم والله الا اليوم زعما بالجري صايبت لكم الفيديو، لان عرفتكم غادي تبغوا تحتاجوه، تبغوا تصايبوا لوليداتكم لي غاطو ولا شي حاجه، فمرحبا بكم والف مرحبا. واللي جات من عندكم ان شاء الله نديرها لكم هنا. كما شفتوا غادي نفتحها باش تشوفوها من الداخل كذلك كيفاش جات، لا تقولوا لي ما حليتيهاش انا جات. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، وتنقول لكم بالسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، واخا كنبغي نغبر شويه قلت زعما بين ما بغيت، ولكن راه ما كنقدرش، راه اللي فيه شي فيس فيه الفيس ديال اليوتيوب صافي ما بغاش يتحيد، يعني كنحس بواحد الملل اللي ما كنحطش لكم الفيديو. فاللهم لك الحمد والشكر، وشكرا للدعوات ديالكم كاملين معايا، شكرا لكم بزاف، ونخليكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. بالسلام عليكم.